عن الشهيد؟ أنا عمر عبيد زوج الشهيد ماجد عبيد. نتذكر أمواتنا وشهدائنا اللي صار في المجزرة 26/1 اللي راح فيها ضحية 10 شهداء، من بينهم زوجتي اللي كانت في البيت، كانت صايمة وبتقرأ في القرآن وتتعبد. فاللي صار انه احتلال طبعا غاشم قاتل لا بيخلي مرأة ولا زلمة ولا بنت ولا. فاللي صار الحمد لله استشهد الشهيد عز صلاحات. هسه بنتي بتقول لما الشهيد عز استشهد تأثرت كثير، فقالت له ربنا يطعمنا الشهادة إن شاء الله. سبحان الله، يعني دقائق معدودة إلا الاحتلال الغادر أجلها رصاصتين، رصاصة هنا في العنق ورصاصة في القلب، على طرها تقلت شهيد مباشرة. ياسين صلاحات والد الشهيد عز الدين صلاحات ابن مخيم جنين، ابن هذا الوطن، ابن فلسطين كلها. أولا نحن بنعيد على الشعب الفلسطيني في هذا العيد فرحة، كل عام ونحن بألف خير. الفرحة تمتزج بالعرس الفلسطيني الكبير، عرس الشهداء جميعا في هذا المخيم المقدم المعطاء المناضل. احنا الآن في مقبرة الشهداء في مكان أعز على قلوبنا جميعا، نحن وأهالي شهداء هذا المخيم البواسل، ونقول المجد والخلد لهؤلاء الشهداء الأبطال. في هاي المناسبة أيضا نحب نحكي للأمة العربية والإسلامية كل عام وهم بألف خير، نطالبهم يكونوا واقفين معانا من أجل فلسطين ومن أجل القدس، القدس الشريف وأبطال هذه القدس الشريف المرابطين في هذا المكان المقدس.